منتصف النهار ونشرة إخبارية جديدة على رأس هذه الساعة من النهار اليوم، أهلا بحضراتكم. يبدأ مجلس النواب الأحد مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة في جلسة عامة وسط انقسامات بين النواب حول مشروع القانون. ذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة النهائي عن المشروع أنه جاء لعلاج التشوهات في قانون الضريبة العام على المبيعات، وأن سعر الضريبة المقترح من الحكومة 14% مقابل 10% في الضريبة العامة على المبيعات. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان نائبة بسنت فهمي. بداية أستاذة بسنت، كيف تقيم هذا المشروع كبديل لمشروع الضريبة على المبيعات وأهمية هذا المشروع؟ لا، هو مشروع مهم، هو مش ضريبة جديدة، دي بديلة زي ما تفضلت حضرتك. نعم. فلسفته انه اولا المشروع القديم كان فيه مشاكل كتيرة قوي في التنفيذ. انت عاوزة تطبقي نظام مطبق في العالم كله، لانك ما تيجي تقولي انا عاوزة انشر الاستثمار ما تقدريش انت تشتغلي بطريقة والعالم كله بيشتغل بطريقة تانية. فالهدف منه الحقيقة هو اسلوب يعني مختلف شوية عن بقية المبيعات، لكنه مش ضريبة جديدة. الميزه الاساسيه في الحقيقه انه ضريبه بتخلي الناس ميسورين عشان تقدري تصرفي على مشروعات خدمه اجتماعيه كثيره، يعني احنا عاوزين نكبر قوي شبكات الحمايه الاجتماعيه. قوه القانون هي في انه حجم الكفاءات او السلع المعفاه لكلها لكل السلع الغذائيه او لكل حاجه بنسب بسيطه ومحدود المعفاة. والسلع اللي هتاخد عليها هي السلع اللي بتكسب الناس الميسورين. ففلسفته انك تاخدي من الميسورين عشان تتركي على الطبقات البسيطه وما تاثريش ابدا على السلع الاصلي بالنسبه لها. ده بشكل عام فلسفه القانون. نعم. اذا ما هي نقاط الخلاف في هذا المشروع، في مشروع القانون الخاص بالقيمة المضافة، سواء بين الحكومة ومجلس النواب وأيضا بين النواب نفسهم؟ نقوم الخلاف قبل الأول يوم إزاي نقدر نحط أكبر عدد من السلع على قائمة السلع المعفاة، وفعلا توصلنا إلى قيمة توزيع جدا الحقيقة. الحاجة الثانية، يعني أستاذة بسنت فهمي النائبة البرلمان، أعتذر لك لسوء الصوت، شكرا جزيلا لك. المجلس يبحث أيضا خلال جلسته العامة طلب تحديد موعد المناقشة بشأن سياسة الحكومة حول تدبير النقد الأجنبي. كما يقر المجلس اليوم مشروع القانون الخاص بدخول الأجانب إلى مصر لإقامتهم فيها، وبالتوازي مع الجلسة العامة تعقد 19 لجنة نوعية اجتماعاتها اليوم لمناقشة عدد من ملفات وطلبات الإحاطة المحالة إليها، حيث تناقش لجنة الشؤون العربية الانتهاكات الواقعة على المسجد الأقصى ومحاولات تهويد القدس. وللمزيد ينضم إلينا من أمام مقر مجلس النواب مراسلنا كريم الشيخ. يعني كريم، أطلعنا على الجديد اليوم في مجلس النواب، وهل بدأ جلسته العامة، وأيضا ماذا عن اجتماعات اللجان المختلفة والمشروعات التي سيتم إقرارها؟ حتى الآن لم تبدأ الجلسة العامة، مع أنه من المقرر أن تبدأ في 12 ظهرا، ولكن حتى الآن وحسب ما أكدته إدارة الإعلام لنا أنه لم يصل وزير المالية سيد عمرو الجرحي إلى مقر مجلس النواب، ولم يعرفوا إذا ما كان سيصل إلى المجلس لحضور الجلسة العامة المتعلقة ب يعني مناقشة قانون القيمة المضافة. بطبيعة الحال هناك خلاف، يعني كما رصدناه على مدار الأيام الماضية ولازال حتى اليوم هناك خلاف، وليس الخلاف وحده بين أعضاء مجلس النواب ولكن بين أعضاء مجلس النواب والحكومة. أعضاء مجلس النواب اليوم منقسمون حول مؤيدين ل يعني المشروع الذي قدم من الحكومة ب يعني تطبيق القيمة المضافة ب 14%، أما البعض الآخر من النواب يعني رافضين لهذه المادة ويطالبوا بأن تتم يعني أو تكون القيمة المضافة ما بين 10 إلى 12%.
12% في الجلسة العامة، ولكن بطبيعة الحال وبحسب عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم أكدوا أنه لن تنتهي الجلسة العامة اليوم إلا بعد إقرار القانون أو الموافقة عليه اليوم والوصول إلى حل نهائي فيما يتعلق بقانون القيمة المضافة. أيضا الجلسة العامة ستناقش عدد من القضايا الأخرى، أبرز هذه القضايا هي قضية أو الطلبين المقدمين عن سياسة الحكومة بشأن تدبير النقد الأجنبي لتمويل استيراد المواد الغذائية والمواد الأولية، وأيضا تنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية ودخول وإقامة أجانب بمصر وخروجهم من مصر. هذه هي أبرز القضايا التي سيتم مناقشتها في الجلسة العامة اليوم. على الجانب الآخر هناك 19 جلسة لجنة نوعية بتقوم بمناقشة عدد من القضايا منذ 10 صباحا، يعني البعض منها بدأ في 10 صباحا والبعض الآخر بدأ في 10:30 صباحا. سيستمر في مناقشة جدول أعمالهم بالتزامن مع الجلسة العامة التي ستنعقد بعد قليل من الآن. أبرز هذه اللجان هي لجنة الشؤون العربية والتي ستناقش الانتهاكات التي تحدث في القدس، وأيضا لجنة القوى العاملة لمناقشة المادة 59 من قانون الخدمة المدنية، ويعني مناقشة كتاب نادي النيابة الإدارية. أيضا لجنة الصحة ستحضر في هذه اللجنة أو حضرت بالفعل في هذه اللجنة وكيل نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا، حضرت في هذه اللجنة لمناقشة عدم صحة بعض التقارير الطبية صادرة من المستشفيات الحكومية لبعض من المواطنين في أثناء عملهم محضر أو تقرير طبي أو طلبهم لتقرير طبي. أيضا لجنة الاقتصاد ومنظومة الجمارك ورفع الكفاءة في هذه المنظومة من اللجان التي يعني تقوم بعملها الآن، ومن أيضا اللجان التي تقوم بعملها اليوم هي لجنة السياحة، وهذه اللجنة تناقش تأثير قانون القيمة المضافة على قطاع السياحة خلال الفترة المقبلة بعد تطبيق القانون الجديد. إذن هذا هو إجمالي ما يتم الآن في مجلس النواب. بطبيعة الحال يعني لا زال بيتوافد حتى قبل قليل من الآن عدد من النواب على المجلس، حضر رئيس المجلس وحضر وكيليه، ولكن حتى الآن لم يصل وزير المالية. كريم، ننتقل إلى نقطة أخرى هامة، ماذا عن توقيت موافقة رئيس مجلس النواب على نقل تقرير لجنة تقصي الحقائق في فساد القمح للنائب العام للتحقيق فيه؟ هل هناك لديك أي معلومات جديدة عن هذه النقطة بالتحديد كريم؟ لم يرد حتى الآن أي معلومات، ولكن ربما يتم التطرق للأمر، خصوصا أن اليوم هي جلسة عامة بعد تقريبا يعني منذ الأسبوع الماضي لم تعقد جلسات عامة. فبطبيعة الحال من المتوقع أن يتم مناقشة هذا الأمر، وأيضا من المتوقع أن يتم مناقشة هذا الأمر بعد يعني استقالة وزير التموين خلال الأسبوع الماضي. لكن حتى الآن لم ترد إلينا أي معلومات عامة إذا كانت أو سيقوم يعني رئيس المجلس بإحالة هذا الأمر إلى النائب العام من عدم. نعم كريم الشيخ، مراسل النهار اليوم من أمام مقر مجلس النواب، شكرا جزيلا لك. نفى رئيس الوزراء الشريف إسماعيل وجود أي مشاورات لإجراء تعديل وزاري حاليا، موضحا أن المشاورات الحالية هي فقط لاختيار وزير جديد للتموين. أكد إسماعيل في تصريحات صحفية أن منظومة التموين والسلع لن تتأثر باستقالة الوزير، حيث تعمل الحكومة على ضبط الأسعار وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع. انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مناقشة ومراجعة مشروع قانوني تنظيم بناء وترميم الكنائس والخدمة المدنية الجديدين. مجلس الدولة وافق على مشروع قانون بناء الكنائس دون إبداء ملاحظات، فيما قدم بعض التعديلات على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد تمهيدا لإحالتيهما إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات استصدارهما.
يغادر اليوم أكبر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية المتجهة إلى المدينة المنورة، وأقوامه 1040 حاجا. ويضم الوفد حجاج محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح، حيث يغادر من مطار برج العرب بالإسكندرية. ويعد هذا الفوج الخامس من حجاج الجمعيات الأهلية التي ستسير هذا العام أو ستسير 13 فوجا. غادر الجمعة الماضية الوفد الرابع الذي يضم حجاج السويس والدقهلية ووفد وزراء التنمية المحلية، ويبلغ عدد الوفد 522 حاجا، وغادر عبر مطار القاهرة الدولي. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة من المملكة العربية السعودية ليطلعنا على المزيد حول حالة الحجاج الصحية. يعني دكتور خالد، اطلعنا على الحالة الصحية للحجاج وعدد يعني الوفيات حتى الآن، وأيضا إذا كان هناك مصابين، وأيضا ما يقدم للحجاج هذه الأيام. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. طبعا هو احنا عندنا عيادات البعثة الطبية للحج توقع حتى الآن كشف طبي على 1717 مريض مصري حتى صباح اليوم الأحد. عندنا تم الكشف على 1717 وصرف العلاج اللازم لهم، من بينها 1191 حالة مرضية في مكة المكرمة، 526 حالة في المدينة المنورة، و تم دخول 20 حاله الى المستشفيات السعوديه، خرج منهم 15 حاله خروج تحسن بعد تحسن حالاتهم، وما زال هناك 5 حالات يتلقون العلاج اللازم. عندنا 8 حالات مرضيه حجاج محافظات الاسكندريه والبحيره ومطروح، حيث يغادروا من مطار برج العرب بالاسكندريه. ويعد هذا الفوج الخامس من حجاج الجمعيات الاهليه التي ستسير هذا العام او ستسير 13 فوجا. غادر الجمعه الماضيه الوفد الرابع الذي يضم حجاج السويس والدقهليه ووفد وزراء التنميه المحليه، ويبلغ عدد الوفد 522 حاجا، وغادر عبر مطار القاهره الدولي. وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة من المملكة العربية السعودية ليطلعنا على المزيد حول حالة الحجاج الصحية. يعني دكتور خالد، اطلعنا على الحالة الصحية للحجاج وعدد يعني الوفيات حتى الآن، وأيضا إذا كان هناك مصابين، وأيضا ما يقدم للحجاج هذه الأيام. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. طبعا هو احنا عندنا عيادات البعثة الطبية للحج توقع حتى الآن كشف طبي على 1717 مريض مصري حتى صباح اليوم الأحد. عندنا تم الكشف على 1717 وصرف العلاج اللازم لهم، من بينها 1191 حالة مرضية في مكة المكرمة، 526 حالة في المدينة المنورة، و تم دخول 20 حاله الى المستشفيات السعوديه، خرج منهم 15 حاله خروج تحسن بعد تحسن حالاتهم، وما زال هناك 5 حالات يتلقون العلاج اللازم. عندنا 8 حالات مرضيه تم اجراء تسجيل كلوي لهم، 7 حالات في مكه المكرمه وحاله في المدينه المنوره، وتم تسجيل حالتين وفاه فقط الحمد لله حتى الان بين الحجاج المصريين، بنتقدم بصاله التعازي الاسري. عايز اقول لحضرتك انه بالنسبه لاستعدادات وزاره الصحه لبعثه الحج، احنا عندنا هناك اعضاء البعثه الطبيه للحج سافر جزء منهم على مقدمه وفوج اول، وان شاء الله خلال ايام هيتم وصول الفوج الثاني، ليصبح عدد اجمالي عدد اعضاء البعثه الطبيه للحج 360 عضوا، هم مقسمين بفرق عمل بتعمل على مدار 24 ساعه، متواجدين في اماكن اقامه الحجاج، الفنادق والمخيمات، وايضا متواجدين طبعا بيمروا على العيادات الموجوده. عندنا 23 عياده في مكه المكرمه، وعندنا 3 عيادات في المدينه، وبيجهز الان 4 عيادات اضافيه ليصبح اجمالي 7 عيادات. السيد رئيس بعثه الحج دكتور علي حجازي هو متواجد طبعا في المملكه العربيه السعوديه، وهو
بينسق مع الحجاج وزارتي التضامن والداخليه، وايضا بيشرف على الحجاج المتواجدين في منطقه العزيزيه اللي هم التابعين دي او حج السياحه. نعم دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة من المملكة العربية السعودية، شكرا جزيلا لك. بدأت اليوم ولمدة 4 أيام اجتماعات الدورة 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويناقش المجلس سبل تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعوائق التي تحول دون تطبيق المواصفات القياسية العربية الموحدة وتقرير الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. وفي الجامعة العربية أيضا التقى أمينها العام أحمد أبو الغيط وزير خارجية سلوفاكيا الذي ترأس بلاده حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث تبادل الجانبان الآراء حول القضايا محل الاهتمام المشترك بين الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. عربيا والبدايه من سوريا، حيث قتل العشرات في حلب وريفها جراء غارات روسيه وسوريه خلال ال 24 ساعة الماضية، في وقت شنت مقاتلات حربية للقوات الحكومية السورية غارات غير مسبوقة على حي الوعر المحاصر في مدينة حمص استخدمت فيه مواد حارقة. من ناحية أخرى شن الجيش التركي قصفا جويا ومدفعيا جنوبي مدينة جرابلس الحدودية مع سوريا أدى إلى مصرع 20 مدنيا وعدد من الميليشيات الكردية. وكانت تركيا قد أطلقت الأسبوع الماضي عملية درع الفرات في شمال سوريا، نجحت على إثرها فصائل من المعارضة بدعم من قوات تركية خاصة وغطاء جوي في طرد داعش من جرابلس شمالي سوريا. سوريا تحمل كل يوم جديدا. مدينة داريا السورية باتت خالية من سكانها وخارج الحسابات العسكرية بإتمام اتفاق بين فصائل المعارضة وقوات النظام، اتفاق يقضي بإعادة المدينة إلى كنف الدولة السورية. القوات النظامية وعلى الفور بدأت تمشيط المدينة التي بقيت لنحو 4 سنوات خارجة عن سيطرتها وعصية عليها لتنضم إلى مخططات التغيير التي يقودها النظام السوري وحلفاؤه، وعلى غير عادتها بشأن اتفاقيات إفراغ المناطق السورية أصدرت الجامعة العربية هذه المرة بياناً أدانت فيه مسألة تفريغ المدن من سكانها الأصليين وإجبارهم على مغادرتها. هواجس الجامعة العربية زادت، فذهبت إلى أن سيناريو داريا يمهد لتسويات مشابهة تنطوي على تغيير ديموغرافي للمدن السورية، ورأت في ذلك أمراً سيترتب عليه آثار يصعب محوها على مستقبل سوريا وشعبها. وفي الشمال السوري وللمزيد ينضم إلينا هاتفياً المحلل السياسي السوري هيثم المالح. يعني أستاذ هيثم، بداية كيف تقيم هذه التطورات الأخيرة على الساحة السورية سواء سياسياً أو عسكرياً؟ عسكرياً بالطبع بخروج المدنيين وإجلاء المدنيين والمقاتلين من داريا بعد 4 سنوات من الحصار، وسياسيا بعد عدم الاتفاق بين أمريكا وروسيا في جنيف حول الجديد في الأزمة السورية. أولا نترحم على شهدائنا في الثورة السورية، كما نتمنى الشفاء لجرحانا. من حيث المبدأ، أولا ما جرى في داريا من يومين يوم الجمعة هو عبارة عن عملية إجرامية، جريمة حرب ترتكبها القوات السورية، قوات النظام السوري مع المشاركين من الروس والإيرانيين. هذه عملية ترحيل السكان الأصليين لداريا هو يشكل جريمة حرب في المفهوم الدولي، وبالتالي النظام يسعى لتفريغ ما حول دمشق وحتى دمشق من أجل إحلال عناصر أخرى لا علاقة لها بسوريا، على عناصر من إيرانيين ومن أفغان ومن باكستانيين، وبشار الأسد يعطي جنسيات وجوازات سفر لهؤلاء
لكي يستوطنوا المناطق اللي يجري إفراغها من سكانها. هذه عملية تغيير ديموغرافي يتحمل المسؤولية الأولى عليها النظام السوري برئاسة بشار الأسد، وكذلك روسيا التي تدير الآن تدير العملية الحربية في سوريا لصالح إيران المحتلة كذلك، والتي دفعت العديد من متمويليها لشراء عقارات وأراضي وأبنية في دمشق وحول دمشق من أجل عملية التغيير الديموغرافي التي ستسأل عنها في المستقبل إن شاء الله في القضاء الدولي، سواء كان النظام السوري أو إيران أو حتى روسيا. نعم، ماذا عن تحفظ الجامعة العربية على إخلاء دارية من سكانها؟ كيف تجد هذا التحفظ، وما الخطوة القادمة المتوقعة من الجامعة العربية والمفترض أن تقوم بها؟ الحقيقة البيان اللي صدر عن معالي الأمين العام للجامعة العربية الجديد والجامعة العربية هو بيان الحقيقة إيجابي وجيد ويشكل خطوة في اتجاه صحيح، لكن نحن على كل الأحوال طلبت أنا شخصيا زيارة معالي الأمين العام الجديد من حيث المبدأ للمبارك في المنصب الجديد وأقلعه على مجريات الأحداث في سوريا. لابد من أن تتخذ الجامعة العربية موقفا حاسما فيما يتعلق بالتغلغل الإيراني في المشروع الإيراني الصفوي الذي يهدف إلى تدمير سوريا وإضعاف المنطقة العربية ككل، كله حماية لمصالح إيران المتقاطعة الحقيقة مع مصالح إسرائيل. بالتالي يجب على الدول العربية أن تعي هذه المسألة. سوف لا تقف إيران عند سوريا ولا عند العراق، وسوف تحاول التمدد. الآن بدأت عملياتها كذلك في لبنان، من حيث النتيجة تهدف إلى السيطرة على معظم المناطق العربية إنفاذا لمشروعها الصفوي المعروف، إعادة يعني النفوذ الفارسي السابق في المنطقة العربية. إذن أيضا على الجانب أو الشق السياسي، كيف ترى هذا الاجتماع الذي دار بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا في جنيف لبحث الوضع في سوريا وعدم الاتفاق أو الوصول لاتفاق فيما يخص الأزمة السورية؟ كيف ترى الوضع القادم؟ يا سيدتي، الذي سهل للروس لاحتلال سوريا هو أمريكا. أمريكا أولا بتخاذلها مع المجتمع التي وهي التي تقود المجتمع الدولي في الحقيقة ضمن مجلس الأمن، تخاذل المجتمع الدولي، تخاذل الولايات المتحدة الأمريكية، سمح لروسيا بالدخول إلى سوريا احتلالا وتموضعت في عدة قواعد جوية وبحرية في سوريا فعليا على الأرض السورية، لكن كان الدور الأبرز في ذلك التراخي الأمريكي أو عدم الاكتراس الأمريكي للتواجد الروسي في سوريا بالشكل الذي تم حتى الآن. روسيا دفعت ب 15,000 مقاتل من جيشها إلى سوريا من أجل سواء كان في شن الطيران الحربي على كل مناطق سوريا من أجل تدمير الثورة وتدمير المعارضة ولصالح تعويم النظام الحاكم في سوريا. بالتالي تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية القانونية والأخلاقية مع الروس في تدمير وخراب سوريا. أنتم تعلمون أن من يرى الجريمة ويسكت عليها يعتبر شريكا في هذه الجريمة. بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية رأت ما تقوم به روسيا على الأرض السورية من ارتكابها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في قصفت العديد من المشافي ومراكز التسوق وما إلى ذلك، كلها تشكل جرائم حرب يقودها بوتين وتغض الطرف عنها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، وصلت الفكرة أستاذ هيثم المالح المحلل السياسي السوري، شكرا جزيلا لك. وفي تركيا، شن مسلحون هجوما صاروخيا على نقطة تفتيش للشرطة قرب مطار مدينة ديار بكرة، حسب ما أعلن والي المدينة حسين أقصوي. وقال أقصوي في تصريحات صحفية أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا وكذلك لم يؤثر على الرحلات الجوية في المطار. وقالت وسائل إعلام تركية أن موظفي المطار والمسافرين نقلوا على الفور إلى ملاجئ في مبنى المطار عقب الهجوم.
وفي العراق أرجأ البرلمان قرار البت في طرح الثقة من عدمه في وزير المالية إلى الأسبوع المقبل بعد جلسة شهدت عراكا بين نواب عرب وأكراد في البرلمان. وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تحرير جزيرة الخالدية شرق الرمادي من محافظة الأنبار بشكل كامل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي ومقتل أعداد كبيرة من أعضاء التنظيم المتشدد. حذر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري من مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في الانتخابات العراقية المقبلة. أضاف الصدر أن مشاركة الحشد الشعبي في الانتخابات سيحول الحكومة إلى حكومة عسكرية أو حكومة ميليشيات، فضلا عن كسب أصوات الشعب بغير وجه حق. وصف مشاركة أفراد الحشد الشعبي الذي لا خبرة لهم بالسياسة بأنها انتحار للعملية السياسية، متهما ساعين لتمثيل ميليشيات الحشد بالجهاد من أجل الكراسي. وفي اليمن، رحبت الحكومة الشرعية بالمقترحات التي اتفقت عليها دول الخليج العربي وواشنطن وبريطانيا والأمم المتحدة في جدة لإعادة بدء محادثات السلام بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما لم تعبر ميليشيات الحوثي وصالح عن موقفها من تلك المقترحات. أما ميدانيا، فتصدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية لمحاولات عدة لميليشيات الحوثي وصالح لاستعادة السيطرة على جبال المدوير الاستراتيجية في منطقة نهم شرق صنعاء، فيما قتل 19 على الأقل من الميليشيات في تجدد المواجهات مع القوات الشرعية على أطراف مدينة تعز. وعن الصراع في ليبيا، قال المبعوث الأممي مارتن كوبلر الذي يزور القاهرة حاليا إن هناك جهدا مشتركا بين المنظمة الدولية ومصر في إطار تحقيق التوافق بين الأطراف الليبية لتشكيل حكومة توافق، مضيفا أن الأمم المتحدة لا تسعى إلى فرض أمر بعينه على أطراف الأزمة. وأكد كوبلر على حق مصر في الدفاع عن حدودها لمواجهة الإرهاب وأهمية دورها الأمني في مكافحة الإرهاب وإنهاء الأزمة الليبية. ولفت كوبلر إلى أن الوضع الإنساني سيء للغاية في ليبيا وأن الأمم المتحدة تسعى بكل السبل لإيصال المساعدات الغذائية للمدنيين. أعلنت الشرطة في بنغلاديش مقتل 3 متشددين بينهم كندي مولود في بنغلاديش يعتقد أنه العقل المدبر للهجوم الذي وقع الشهر الماضي على مقهى في العاصمة دكة وأسفر عن مقتل 22 شخصا معظمهم من الأجانب. وكانت الشرطة قد حاصرت المتشددين داخل مبنى على مشارف دكة، قتلوا من تبادل بعد وقتلوا بعد تبادل إطلاق النار إثر رفضهم الاستسلام. أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عزمه ترحيل آلاف المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة وبناء جدار حدودي لضبط قضية الهجرة في حال انتخابه رئيسا. وقال ترامب أنه سيسعى لتطوير نظام التعقب لضمان ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يتجاوزون فترة الإقامة المحددة في تأشيرة الدخول. قالت وزارة الداخلية في باراغواي إن 8 جنود قتلوا في كمين شمال البلاد، مضيفة أن الهجوم يحمل بصمات جماعة مسلحة. أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب عزمه ترحيل آلاف المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة وبناء جدار حدودي لضبط قضية الهجرة في حال انتخابه رئيسا. وقال ترامب أنه سيسعى لتطوير نظام التعقب لضمان ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يتجاوزون فترة الإقامة المحددة في تأشيرة الدخول. Just yesterday, the cousin
قالت وزارة الداخلية في باراغواي أن 8 جنود قتلوا في كمين شمال البلاد، مضيفة أن الهجوم يحمل بصمات جماعة مسلحة تسمى جيش شعب باراغواي. أفادت الوزارة في بيان لها أن دورية اعتيادية تعرضت لهجوم على طريق ريفي بمنطقة أوريتو، إذ فجر المهاجمون متفجرات عند مرور الشاحنة، ثم نفذوا هجوما مسلحا جبانا على الجنود الجرحى. وفي إيطاليا بدأت تحقيقات فيما إذا كانت بعض شركات البناء تغاضت عن معايير مقاومة الزلازل عند إعادة تأهيل بعض المرافق العامة مثل مدرسة ماتريشي التي سويت بالأرض عقب الزلزال الذي ضرب وسط البلاد فجر الأربعاء وخلف عددا كبيرا من الضحايا. وبدأت إيطاليا أمس حدادا عاما على ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط البلاد وبلغ عددهم 291 قتيلا، وفيما تستعد البلاد لجنازة جماعية لبعض الضحايا. وفي مدينة كانساس بولاية ميزوريا الأمريكية رفعت أجهزة الطوارئ حالة الإنذار القصوى بعدما اجتاحت سيول المدينة أثر هطول أمطار غزيرة على مدى 3 أيام. أقامت قوات الحماية المدنية بإنقاذ العشرات فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو قتلى حتى الآن. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مقاهي رام الله الشعبية متنفس للفلسطينيين وملجأ لروايات وطن محتل. ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بحضراتكم من جديد. نشرت وزارة الدفاع على موقعها الرسمي تقريرا يوضح جهود القوات الجوية والبحرية في تأمين الحدود، حيث تمكنت القوات الجوية من التصدي لمحاولة تسلل من الحدود الغربية مع ليبيا، فيما تمكنت القوات البحرية من ضبط كمية من مخدر الحشيش على متن يخت قبالة سواحل بقير بالإسكندرية وقارب صيد على متنه 189 مهاجرا بصورة غير شرعية بمدينة رشيد. استمرار لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وبناء على معلومات استخباراتية أفادت باختراق 6 عربات محملة بمواد مهربة لخط الحدود الدولية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. قامت عناصر القوات الجوية باكتشاف وتتبع الأهداف بمنطقة بحر الرمال الأعظم والتعامل معها، مما أسفر عن تدمير 5 عربات وتعطيل العربة 6، فيما استمرت القوات الجوية وعناصر تأمين الحدود في استطلاع وتمشيط المنطقة الحدودية لضبط العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وفي إطار تأمين السواحل البحرية، قامت عناصر القوات البحرية بضبط كميات كبيرة من جوهر الحشيش المخدر أثناء تنفيذها حق الزيارة والتفتيش على متن يخت تركي الجنسية على مسافة 70 ميل شمال منطقة أبي قير، وبتفتيشه عثر على 25 جوال تزن حوالي 1000 كيلوغرام من جوهر الحشيش المخدر و150 كيلوغراما من الأقراص المخدرة. وألقت القوات القبض على طاقم اليخت المكون من 3 أفراد سوريي الجنسية واقتيادهم إلى ميناء أبي قير البحري. كما أحبطت عناصر القوات البحرية المكلفة بتأمين نطاق البحر المتوسط محاولة للهجرة غير الشرعية شمال مدينة رشيد، حيث ضبطت 1 الوحدات البحرية بالانس صيد تبين أنه يحمل على متنه 189 فردا من جنسيات مختلفة خلال محاولتهم التسلل بهدف القيام بهجرة غير شرعية وإلقاء القبض عليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
قال الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة هي جيش الشعب ودرعه الذي يستند إليه لحماية ركائز أمنه واستقراره وسلامة أراضيه. جاء ذلك خلال لقائه عددا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة المركزية العسكرية. أوجه وزير الدفاع التحية لأبطال ومقاتلي القوات المسلحة الذين يعملون بكل الأمانة والشرف وإنكار الذات. وفي نهاية اللقاء كرم القائد العام المتميزين من مقاتلي المنطقة تقديرا لتفوقهم وتفانيهم. قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة قبول طلب الاستئناف المقدم من الصحفي عمرو بدر على قرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيله بكفالة مالية 5000 جنيه. وكانت النيابة وجهت للصحفي عمرو بدر اتهامات بنشر شائعات كاذبة ومحاولة قلب نظام وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة هي جيش الشعب ودرعه الذي يستند إليه لحماية ركائز أمنه واستقراره وسلامة أراضيه. جاء ذلك خلال لقائه عددا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود المنطقة المركزية العسكرية. أوجه وزير الدفاع التحية لأبطال ومقاتلي القوات المسلحة الذين يعملون بكل الأمانة والشرف وإنكار الذات. وفي نهاية اللقاء كرم القائد العام المتميزين من مقاتلي المنطقة تقديرا لتفوقهم وتفانيهم. قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة قبول طلب الاستئناف المقدم من الصحفي عمرو بدر على قرار حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيله بكفالة مالية 5000 جنيه. وكانت النيابة وجهت للصحفي عمرو بدر اتهامات بنشر شائعات كاذبة ومحاولة قلب نظام الحكم. يأتي هذا بعد 3 أشهر من أزمة تصاعدت بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية على خلفية إلقاء القبض على عمرو بدر ومحمود السقا. أكد مدير أمن أسوان اللواء مجدي موسى أن هناك قرارات اتخذت بخصوص تكثيف الحملات من قبل شرطة المرافق في جميع الأسواق، وسيتم التعامل مع جميع الإشغالات بكل جدية وإزالتها. جاء ذلك خلال زيارة التفقدية التي قام بها موسى لعدد من الأسواق بمدينة أسوان لإزالة جميع المخالفات والمحافظة على الوجه الحضري لأسوان. هناخد قرارات بتكثيف حملات شرطة المرافق اللي هنا حتى تظل الشوارع مفتوحة لكي تكون فيها معاملات الأمن، سواء إذا كان مطافي أو حماية مدنية أو غيره، تقدر تدخل في هذه الأماكن بشكل مستمر. الإشغالات الموجودة في الشوارع دي إن شاء الله هتزال. الناس البياعين هيحدد لهم بالتنسيق مع المحافظة أماكن يقعدوا فيها على أساس الوجه الحضاري لمدينة أسوان يظهر إن شاء الله تعالى. والآن إلى أخبارنا الاقتصادية. غلب اللون الأحمر على مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات أولى جلسات الأسبوع. التراجع جاء تحت ضغوط بيعية من قبل المحليين مقابل اتجاه الأجانب للشراء. تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 28%، وهبط مؤشر إي جي إكس 50 بنسبة 44%. كما انخفض مؤشر إي جي إكس 20 بنسبة 58%. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 بنسبة 2%. بينما ارتفع مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 7%. يطرح البنك المركزي اليوم أذون خزانة بقيمة 10,250,000,000 جنيه، حيث تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 4,750,000,000 جنيه، وأذونا بقيمة 5,250,000,000 جنيه لأجل 273 يوما. طرح المركزي الأذون وسندات خزانة ضمن أدوات الدين الحكومي يهدف إلى سد قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة والمتوقع بلوغها 322 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
استعرضت وزيرة التعاون الدولية دكتورة سحر نصر مع بعثة البنك الدولية التي تزور مصر حاليا آخر تطورات مشروع توصيل الغاز إلى المنازل الذي يموله البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية. وأكدت الوزيرة على ضرورة زيادة عدد المحافظات في المشروع لتصبح 20 محافظة بدلا من 11 بضم عدد من محافظات الصعيد. هذا ويتضمن المشروع توصيل الغاز إلى 2,400,000 منزل أو 400,000 منزل على مدى 4 سنوات. يرأس رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماعا بشأن مشروع سيارات المبردات، وهو المشروع الذي تعمل عليه الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة خاصة في محافظة الصعيد. وكانت الحكومة قد عقدت اجتماعات متتالية الفترة الماضية لبحث جهود توفير السلع خاصة في محافظة الصعيد بأسعار مخفضة. أكد الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ضرورة التواصل المباشر مع الفلاح البسيط وعلاج المشاكل التي تواجهه على أرض الواقع، وتكثيف عمليات التوعية وتفعيل دور الإرشاد الزراعي. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، حيث أكد الوزير على ضرورة المضي في خطة ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وأشار إلى أنه تم البدء في مشروع ميكنة وزارة الزراعة والقطاعات والإدارات والهيئات التابعة لها. والآن أخبارنا الرياضية. والبداية مع انتخابات اتحاد كرة القدم المصري، إذ أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الجبلاية بوصول مندوبين عنه اليوم من أجل الإشراف بشكل رسمي على الانتخابات التي تقام يوم الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن يشرف وفد الفيفا على انتخابات اتحاد الكرة ومراقبة عمل اللجان المختلفة المشرفة على العملية بما فيها لجنة الانتخابات والطعون. ومن الشأن المحلي إلى الملاعب الأوروبية وتحديدا في الدوري الإيطالي، يواجه روما الذي يلعب له الجناح الدولي محمد صلاح منافسه كالياري في الجولة الثانية. ويسعى روما لتلافي فضيحة الخسارة الثقيلة أمام بورتو البرتغالية بثلاثية والخروج من دوري أبطال أوروبا. روما الذي بدأ الموسم بشكل جيد للغاية ويحقق الفوز في افتتاح موسمه على حساب أودينيزي بأربعة أهداف نظيفة بالدوري بقيادة صلاح، يسعى لتعديل الصورة السيئة للغاية. والآن أخبارنا الرياضية. والبداية مع انتخابات اتحاد كرة القدم المصري، إذ أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الجبلاية بوصول مندوبين عنه اليوم من أجل الإشراف بشكل رسمي على الانتخابات التي تقام يوم الثلاثاء المقبل. ومن المقرر أن يشرف وفد الفيفا على انتخابات اتحاد الكرة ومراقبة عمل اللجان المختلفة المشرفة على العملية بما فيها لجنة الانتخابات والطعون. ومن الشأن المحلي إلى الملاعب الأوروبية وتحديدا في الدوري الإيطالي، يواجه روما الذي يلعب له الجناح الدولي محمد صلاح منافسه كالياري في الجولة الثانية. ويسعى روما لتلافي فضيحة الخسارة الثقيلة أمام بورتو البرتغالية بثلاثية والخروج من دوري أبطال أوروبا. روما الذي بدأ الموسم بشكل جيد للغاية ويحقق الفوز في افتتاح موسمه على حساب أودينيزي بأربعة أهداف نظيفة بالدوري بقيادة صلاح، يسعى لتعديل الصورة السيئة للغاية التي خلفها لقاء بورتو والاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.
وإلى سفرائنا في الدوري الإنجليزي، حيث فاز أرسنال الذي يلعب له نجم وسط منتخب مصر محمد النني بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف على مضيفه واتفورد بالجولة 3 من البريمير ليج، ليحقق المدفعجية أول فوز في الموسم الحالي بحضور النني الذي شارك كبديل. وفي الجولة ذاتها تلقى نادي ستوك سيتي الذي يلعب له الجناح المصري الصاعد رمضان صبحي ثاني هزيمة له على التوالي، وذلك بعدما خسر مباراته أمام أفرتون بهدف دون رد، وصبحي شارك أيضا كبديل. ونبقى في البريمير ليج، وفي مباراة شهدت مشاركة أحمد المحمدي تلقى هال سيتي الذي يلعب له المدافع المصري هزيمة على يد مانشستر يونايتد الذي حقق فوزه الثالث في الدوري تحت قيادة الدهية البرتغالي مورينيو. أما تشيلسي فتغلب على ضيفه بيرنلي بثلاثية نظيفة ليواصل مشواره الناجح تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي ليعتلي صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت. من الدوري الإنجليزي إلى الدوري الإسباني، حيث أفلت ريال مدريد من أو أفلت من كمين ضيفه سالتا فيجو وتغلب عليه بصعوبة بهدفين مقابل هدف ضمن منافسة الجولة الثانية من الدوري. وفي الجولة ذاتها يحل برشلونة ضيفا على أتلتيك بالباو، ويسعى البارسا للفوز في هذه المباراة من أجل تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في ملعب صعب للغاية، فيما يخطط أصحاب الأرض لإيقاف قطار كاتالونيا والحصول على أول انتصار بعد خسارته في آخر 5 مباريات بينهم. أصبحت المقاهي الشعبية في محافظات فلسطين وبخاصة في محافظة رام الله مكانا لعقد الصفقات التجارية واللقاءات السياسية والاجتماعية ولحل وفض النزاعات العائلية أيضا، فلم تعد مجرد مكان لقتل الوقت أو لقتل وقت الفراغ عند الناس، حيث تتراص المطاعم والمقاهي وتتزاحم جنبا إلى جنب لتصبح مدينة المقاهي. هنا في ذلك المقهى يجد الفلسطينيون متنفسهم الوحيد، يجتمعون كل ليلة على طاولة من تلك الطاولات، يتجاذبون أطراف الحديث ويستمتعون بوقتهم، علهم يتناسون أحزان وطن محتل. رواد هذه المطاعم جميع الفئات، في هناك الشباب، العائلات أكثرها، الجروبات، فإحنا بنستقبل أي زائر لهذا المطعم. تطور هذا المطعم مع تطور الزمان، من والحلو كمان في هذا المطعم هي التكنولوجيا اللي دخلت على هذا المطعم، التعديلات اللي بتصير كل فترة، لأنه طبعا الإدارة بتهتم أنه يكون في تعديل كل فترة يكون مميز غير عن أي مطاعم. في رام الله لا يكاد يخلو شارع من مقهى شعبي يجمع بين جدرانه أصدقاء وأقارب وجيران، بعضهم جاء للتجارة وبعضهم جاء لحل خلافات عائلية، والبعض الآخر ارتاد المقهى لقتل وقت الفراغ. ترفيه عن نفسي يعني، ما أنت عارف الضغوطات المواجهة الفلسطينيين كلها، مثلا الواحد مثلا الروتين هو عندنا احنا في حياتنا الفلسطينيين، خاصة احنا أهل الضفة، يعني مثلا شغل قهوة دور، يعني مثلا وين بدك تروح؟ فيش محلات نروح عليها يعني، فاهم كيف؟ تشتهر تلك المدينة الموجودة بالضفة الغربية بالمقاهي الشعبية العريقة التي يعود تاريخها إلى ما قبل عام 1948، ولا تزال تحافظ على طابعها الشعبي حتى وقتنا هذا. الناس بيجوا عندنا هون إنه يفرغوا همومهم، يتناقشوا ويحكوا مواضيع، يعني هي زي محل يعني للصحبة للناس اللي بتحب مع بعض، يعني الحكي يعني تفريغ هموم تسلاي. بنروح على المقاهي، فيش مكان تاني نروح عليه، بنلتم احنا والاصحاب، بنلعب شدة، تضيع وقت لاخره يعني. مقاهي فلسطين الشعبية واحدة من الأماكن التي ينفس من خلالها الفلسطينيون عن همومهم وأحزانهم وهموم وطنهم المحتل أيضا. رادو معتمد، النهار اليوم. وإلى الأحوال الجوية، إذ يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بإذن الله.
ختاما تذكير بأهم وأبرز العناوين. معركة جديدة بالبرلمان بين النواب والحكومة حول قانون القيمة المضافة. أكبر أفواج حجاج الجمعيات الخيرية يغادر اليوم إلى المدينة المنورة. وبعد حصار السنوات الأربع، داري سوريا خالية من سكانها، عشرات القتلى جراء القصف التركي لمدينة جرابلس. وللمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا النهار.tv، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. نهاية النشرة الإخبارية من النهار اليوم، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.